مرحبا، معكم مدربة ألين أبو غزالة من برنامج تمرنوا. إحنا رح نقدم لكم سلسلة حلقات رياضية بتقدروا تعملوها في البيت في ظل الوضع الموجود في البلد عندنا وفي العالم عشان مرض الكورونا، ولأنه مش قادرين نروح النوادي ونقدر نمارس الرياضة اللي بنحبها أو نقدر نشوف بعض. فبتمنى أنكم تستفيدوا من هاي الحلقات اللي رح نعرض لكم إياها. اليوم رح يكون عندنا تمرين اسمه تمرين الكارديو. تمرين الكارديو رح يكون فيه كتير نفس، يعني رح نعتمد على أكتر على تنظيم نفسنا في هذا التمرين. الحركات طبعا رح تكون بسيطة، ورح نبلش بالأول في إحماء. زي أي تمرين لازم يكون فيه أول شيء فيه إحماء، بعدين التمرين الموجود بالآخر رح يكون عندنا اللي بنسميها الكول داون أو الإرخاء، لأنه ما بزبط إنه نبلش التمرين طوالي، لازم نعلي ضربات القلب عندنا على أساس تكون العضلات جاهزة والجسم جاهز. تمام، أول شيء رح نبلش نحمي شوي جسمنا، رح نحرك جسمنا بطريقة معينة قبل ما نبلش في التمرين الأساسي. أوكي، أول شيء رح نبلش فيه من هون رح نحرك يمين شمال يمين شمال 10 عدات تقريبا. طبعا وإحنا عم نتنفس أوكي، من هون رح أضم إجري لفوق وأطلع شوي شوي. طبعا طول الوقت انا بتنفس. اوكي، رح نبلش نحرك شوي اجرينا على شوي، برضه تقريبا من 15 ل 20 ثانيه بس عشان نحمي اجرينا. اوكي، بعدين رح نروح لهون نفتح صدرنا لفوق ناخذ نفس. اوكي، بعدين رح نروح على الاجر الثانيه كمان، برضو نتنفس ننظم نفسنا قد ما نقدر. اوكي، من هون طبعا رح نعمل إطالة وإحماء لكل منطقة بالجسم. زي ما انتم شايفين انا بلش من تحت لفوق، بقدر الواحد يبلش من فوق لتحت برضو نفس الاشي، بس اهم اشي انه اقدر اعمل إطالة وإحماء لكل عضلة بجسمي. هيك التمرين رح يكون فيه حركة وما رح يكون فيه قوة، رح يكون أكتر فيه نط وحركة، فالأحسن إنه نحمي منيح ونعمل إطالة منيحة للعضلات أو ستريتشنج للعضلات أحسن. طبعا هون الحركة عم تكون إيدي لقدام 4 عدات، إيدي لورا 4 عدات، بس عشان نحمي منطقة الأكتاف. بعدين رح نسحب في إيد اليمين، عم نتنفس ايد شمال. اوكي، من هون تابع يمين تحت شمال ورا كمان مرة يمين تحت شمال ورا روح شمال يمين، نلف لفة كاملة كمان لفة. هيك احنا عملنا شوية اطالة وستريتشنج لكل منطقة في الجسم بشكل عام. هلا رح نبلش في التمرين. تمرين اليوم رح يكون عندنا 5 حركات، كل حركة رح نشتغل فيها 30 ثانية شغل و10 ثواني راحة. تمام؟ طبعا كل المجموعة هاي رح نعيدها مرتين، يعني رح نعمل من كل تمرين مرتين بس مش ورا بعض، رح نخلص ال5 حركات بعدين نرجع نعيد كمان جولة من الأول. رح أشرح لكم كل حركة لحال من ال5 حركات رح نشتغلهم، وطبعا إيش الحركة الأساسية وشو ممكن نستبدلها إذا أنا ما بقدر أنط أو ما بقدر أعملها، شو ممكن أعمل حركة تانية شبيهة فيها. أول حركة رح تكون عندنا جامبينج جاكس. جامبينج جاكس هي حركة إيدين وإجرين، من هون ببلش بطلع لفوق، ايدي بمروا لفوق واجري بنفس الوقت تحركوا لبرا. اللي ما بيقدر يعمل هاي الحركه طبعا رح نضلنا في هذه الوضعيه نعملها مده 30 ثانيه. اللي ما بيقدر بيقدر بس يمين شمال. اللي ما بيقدر ينط في البيت او عنده يعني اصابه معينه او اوجاع او ما بيقدر ينط، بيقدر بس يحرك اجر يمين اجر شمال. طبعا مش كثير بطيء، بدنا نسرع شوي لانه احنا من الثبات. هاي اول حركه. ثاني حركه رح يكون عندنا نط للامام وللخلف، لقدام ورا لقدام ولورا. تمام، برضه اللي ما بيقدر ينط لقدام ولورا
راح يروح خطوتين خطوه بالاجر اليمين او بالشمال، يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال، بس ستبس ما راح يكون عندنا نط. هاي بالنسبه للحركه الثانيه. الحركه الثالثه راح تكون عندنا سايد جمبس، فمن هون راح انط يمين شمال يمين شمال يمين شمال. اوكي، برضه نفس الشيء، اذا انا ما بقدر انط بهاي الطريقه بقدر اني اروح خطوه يمين خطوه شمال خطوه شمال خطوه يمين خطوه يمين خطوه شمال، عشان اقدر اني برضه اعمل التمرين بنفس الليفل. رابع حركه رح تكون عندنا هاي نيز، فانا رح اعمل اجري ركبي يروح لفوق هون لفوق. طبعا مع حركه ايدي بكون اسهل واحسن، اني انا بشغل ايدي واجري بنفس الوقت. اذا ما بقدر اعمل واجري لفوق مع النط، بقدر اخذ يمين شمال يمين شمال برضه بنفس الوقت ايدي عم بيشتغلوا. اخر حركه موجوده عندنا رح تكون هي حركه البربيز، اللي خامس حركه. طبعا رح افرجيكم الحركه كيف بتتسوى بكامله بس، وكيف نقدر احنا نعملها بطريقه اسهل شوي. تمام، الحركه كالتالي: اذا عندكم فرشه في البيت، تمام، بتبلش من اني انا لازم انزل على الارض بشكل كامل، حط ايدي وانزل على الارض بشكل كامل، تمام، وبنط وبوقف. هاي هي الحركه. تمام، اذا انا ما بقدر اعمل هاي الحركه وما بقدر انط، الحل هو كالتالي: انا بحط ايدي خطوه خطوه وخطوه خطوه وبوقف. هذا هو الخيار الثاني اذا انا ما بقدر انزل على الارض. هذول هم الخمس حركات رح نبلش فيهم هلا. رح نمشي معي تايمر، رح نمشي 30 ثانية شغل، 10 ثواني منريح، ورح نبلش بأول حركة، واحد جامبينج جاكس. بالضبط، أنا مش رح أكون سريعة ولا بطيئة بنفس الوقت، رح أضلني محافظة على نفس سرعتي، تمام؟ باخذ نفس عميق، بالضبط. هاي اللي عندنا ثواني، اوكي، هلا بدي 10 ثواني. الحركة الثانية لقدام الوقت، نطلع قدام نطلع ورا. طبعا دائما اتنفس، حضر بذكركم انه لازم دائما نتنفس. وبريح نفس، بالضبط. هلا عندنا سايد، برضو نفس شوي شوي، رح تحسوا انكم عم تتعبوا بس هذا الاشي طبيعي لانه احنا عم نعمل تمرين كارديو، كله نفس، كله بيعتمد على النفس اكثر من الجهد العضلي اللي موجود. زبط، وريح. هلا رح يكون عندنا هاي نيز، ثلاثة اثنين واحد ونبلش. طول ما انا شغال بركز على نفسي بهيك تمرين اكثر. وبريح، باخذ نفس كبير. هلا عندنا البربيز، برضو بتحكم بالسرعة، مش سريع كثير، روح بطيء، نفس
شهيق وزفير. راح اريح. نفس. مين؟ لا. اثنين. واحد. بنريح. هلا عنا ساي جمبس. برضو تاخدوا خدوه نفس. بعرف انه بلش لوحدهم بتعب شوي. بس معلش هيك احنا فتحنا نفسنا كتير منيح اليوم. زبط. وبريح. هاي نيز عنا هلا لفوق. طبعا مع حركة ايدي احسن بكتير. نشغل ايدي ايد عكس اجر. نفس. زبط. ونريح. اخر حركة موجودة عندنا اللي هي البربيز. اخر 30 ثانية راح اشتغلها هلا. عادي تسمع صوت نفسكم وانتو شغالين. هذا الشيء كثير منيح. خلصنا. سؤال الحلقة لليوم بقول: ما هي نسبة معدل البطالة لدى الشباب الخريجين في فلسطين؟ الجواب هو: نسبة البطالة لدى الشباب الفلسطيني الخريجين في فلسطين بين سن 19 ل 29 من شهادة دبلوم متوسط فأعلى هي 68% للإناث و 52% للذكور.